السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأساتذة، أخواتي الأستاذات، مرحبا بكم في فيديو جديد حول مفاهيم ومصطلحات متعلقة بالطريقة المقطعية. وقبل أن أبدأ في قراءة وتقديم عرض هذا، لابد أن أطلب منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد. إذن أولا الصوامت. ما هي الصوامت؟ الصوامت هي نتاج لتحريك أعضاء النطق واعتراض كلي أو جزئي للهواء أثناء مروره من الممر الصوتي، فعندما يتم الاعتراض والحبس تنتج أثار سمعية. إذن الصوامت هي نتيجة تحريك أعضاء النطق كاللسان والشفتان والحنجرة إلى آخره، بحيث ينتج عنه اعتراض كلي للهواء مثل ب أو جزئي للهواء مثل اس. وعند اعتراض الهواء في الممر الصوتي ينتج آثار سمعية. هذه الآثار السمعية تسمى الصوامت، مثل الصامت اس، الصامت اد، الصامت اب، اخ، ار إلى آخره. والصامت دائما نضعه بين معقوفتين، يعني الرمز ديالو الحرف زائد معقوفتين. المصوتات. ما معنى المصوتات؟ المصوتات هي هناك مصوتات قصيرة كالفتحة والضمة والكسرة، ومصوتات طويلة هي المد بالألف والمد بالواو والمد بالياء. هذه المصوتات هي التي تحرك الساكن. الحرف. ماذا نقصد بالحرف؟ الحرف هو عبارة عن رسم هندسي محسوس يتشكل من نقط وخطوط منحنية ومستقيمية، ونرسمها ونترجمها إلى صوامت. يعني أن الحرف هو واحد الرسم هندسي محسوس، يعني نراه بالعين المجردة، يتكون من نقاط منحنية ومستقيمية نقوم برسمه على الورقة، على الأوراق أو السبورة إلى آخره. هذا الحرف تتم ترجمته إلى صامت، إلى صوت، باستعمال أعضائنا وحواسنا. وهناك فرق بين الصوت والحرف. فالصوت له آثار سمعية، يعني نسمعه، أما الحرف فنبصره بالعين. هذا هو الفرق ما بين الصوت والحرف، والعلاقة بينهما هي علاقة جدلية، يعني أن كل صوت حرف ولكل حرف صوت، والصوت نحوله إلى الحرف والحرف نحوله إلى صوت، يعني أنهم نقيضان ومتحدان ومترابطان يتحول كل واحد منهم إلى الآخر. المقطع. المقطع هو وحدة صوتية نصدرها بشكل وحيد دفعة واحدة، يعني عند النطق نقوم بإخراج الصوت أو نصدر الصوت بشكل وحيد أو بدفعة واحدة. مثال على ذلك، مثلا الصامت اس كما سبقنا وقلنا زائد المصوت الفتحة، يعني مصوت زائد صامت يعطينا مقطع سا في كلمة سلف، أو الصامت ج زائد المصوت المد بالألف يعطينا المقطع جا في كلمة جامع، الصامت ع زائد مصوت فتحة زائد الصامت أو يعطينا المقطع عو في كلمة عولمة، أو الصامت ر زائد المصوت المد بالواو زائد صامت أو راو في كلمة فراولة. إذن المقطع دائما يتكون يا إما من صامت زائد حركة طويلة، أو صامت زائد حركة قصيرة، أو صامت زائد حركة قصيرة زائد صامت، أو صامت زائد حركة طويلة زائد صامت. ماذا نقصد بالتنغيم؟ التنغيم هو تموجات وتلحين للصوت حسب الأسلوب المستعمل، كالأسلوب استفهام عنده
التنغيم يخصه، تعجب التنغيم يخصه، والنافي والأمر إلى آخره. النبر، النبر هو الضغط بشكل فجائي على مقطع أو مقطع كلمة من كلمات الجملة، ينجم عنه وضوح في الأداء. الوقف، الوقف هو البناء على السكون وقطع الصوت بغية أخذ زمن للتنفس واستئناف القراءة من جديد. يعني أثناء القراءة يأخذ القارئ زمنا للتنفس بغية استئناف القراءة من جديد، وهو دائما يكون بناؤه على السكون. الكلمات البصرية، ماذا نقصد بالكلمات البصرية؟ الكلمات البصرية هي كلمات جد متداولة ويكثر استعمالها في اللغة، مثلا حروف الجر، مثلا حروف النصب، أسماء الإشارة، وهي كلمات غالبا ما تكون غير حسية، أو أن نطقها لا ينطبق مع كتابتها، تكون تشتمل الحروف زيادة أو حروف محذوفة، فالمتعلم مطالب بمشاهدتها بشكل متكرر، يعني يشاهدها بشكل متكرر جدا كي لا يضطر إلى التهجي أثناء القراءة. يعني أثناء قراءة النص أو قراءة الجملة هذه الكلمات لا يكون المتعلم مطالب بالتهجي كي يقرأها، بل يقرأها بشكل طليق وبشكل سلس. ماذا نقصد بالقراءة المشتركة؟ القراءة المشتركة هي عبارة عن قراءة جماعية وفردية تستغرق وقتا محدودا من 5 إلى 10 دقائق، بحيث يقرأ المتعلم خلالها النصوص تتميز أولا بجمالية المعنى، ثانيا بجمالية المبنى، وسهولة في النطق وعذوبة في القراءة. هدفها هو تحبيب القراءة وتعويده تحبيب القراءة لدى المتعلم وتعويدهم على نصوص بليغة ومشوقة تتضمن السجع والطباق والجناس وترتبط بمجاري الدرس. يعني هذه النصوص المشتركة هي نصوص تتميز أولا بالسهولة في النطق وعذوبة في القراءة، تكون جميلة يعني تتوفر على فصاحة اللغة كالبلاغة والسجع والطباق والجناس، وتكون مرتبطة بمجال الدرس. العزل، العزل هو أداة من أدوات أو تقنية للوعي الصوتي. مثلا تعرف الوحدات الصوتية التي تكون الكلمة. مثلا يطرح الأستاذ السؤال، ما هو الصوت الأول في كلمة مجموعة؟ يجيب المتعلم الصامت أم. الصامت أم هو الصوت الأول في كلمة مجموعة، هذا يسمى العزل. التعرف هو تعرف على الصوت المشترك في عدة كلمات. مثلا يطرح الأستاذ السؤال، ما الصوت المشترك في الكلمة ولد ورقة مودة؟ يجيب المتعلم الصامت أو هنا وهنا وهنا. التفييئ، التفييئ هو تعرف كلمة تبتدئ بوحدة صوتية مختلفة عن الكلمات الأخرى، مثلا فرز، فأر، قوس، فؤاد. يجيب المتعلم قوس. إذن هنا عندي كلمة تبتدئ بصامت مختلف عن الكلمات الأخرى، هنا الصامت اف اف، هنا الصامت ق، وهنا الصامت اف. إذن الكلمة المختلفة التي تبتدئ بصامت مختلف هي قوس، هذا يسمى التفييئ. الدمج، مثلا ما الكلمة التي تتكون من مقطع جا والمقطع ما والمقطع ا؟ يجيب المتعلم هي كلمة جماعة، هنا الدمج. الحذف، كيف تصبح كلمة رمال بعد حذف ري؟ يجيب المتعلم مال، هنا الحذف. الإضافة، قل الكلمة الجديدة بعد أن تضيف جاء إلى مال، يعني عندنا كلمة مال نضيف لها جاء. يجيب المتعلم جمال. التعويض، قل كلمة رفيق بعد تعويض في بشي. يجيب المتعلم رشيق، رشيق.
إذا إلى هنا نحييكم ونشكركم وندعوكم إلى مشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.